إن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، ولذا قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين. أما قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، تقول إن مثل هذه الآية وما يشابهها في مسائل متعددة هي من المتشابه، وكما أسفت لكم أن من أعمى الله بصيرته وأزاغ قلبه أخذ بهذا المتشابه الذي هو قليل وأعمى بصره عن المحكم، لكن لو رد هذا المتشابه إلى هذا المحكم كما هو طريقة الراسخين في العلم صار الكل محكما، وصدق عليه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. فيكون قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني إنا سميناه قرآنا عربيا أو صيرناه قرآنا عربيا، وذلك لأن جعل إذا نصبت مفعولين فلا تكون بمعنى الخلق، أما إذا نصبت مفعولا واحدا فتكون بمعنى الخلق. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، نصبت مفعولا واحدا، فيكون معنى جعل في هذه الآية خلق الظلمات والنور، أما إذا نصبت مفعولين فالمراد معنى صير أو سمى، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل يمكن أن تكون جعلوا خلقوا؟ لا يمكن. فجعلهم كعصف مأكول، هل يمكن أن يكون خلقهم كعصف مأكول، أو أن مصيرهم إلى عصف مأكول بعد أن خلقهم عز وجل، بعد أن خلقهم وأنزل بهم عذابه؟